بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، عقد في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور الأمين العام للمجلس وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع. تم تدشين الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني ومنصة تبادل المعلومات والتهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. تتجدد المخاطر وتزداد التهديدات التي تستهدف دولنا وتتطور أساليبها بشكل متسارع، ولعل هجمات برامج الفدية هي من أبرز ما يشهده الفضاء السيبراني الدولي الآن. وقد تخطت هذه الهجمات الأثار المالية الاعتيادية لتصل للسلامة العقلية للمستخدمين. أمين عام المجلس هنأ الأعضاء على التميز الذي حققته دول الخليج في الأمن السيبراني على مستوى العالم. تحققت 5 دول من دول المجلس الست تصنيف الفئة الأولى كنماذج رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI للعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. اجتماعات حسب مختصين تؤكد أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين دول الخليج إلى جانب إسهامها مباشرة في تطوير كوادر الأمن السيبراني الوطنية. للقناة الإخبارية أحمد تيسير، الدوحة.